أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهاردة 3/6/2024 ومعاكم قناة المواشي اليوم من داخل مزرعة الحاج علي السيدان تبع الربعمية. يا عم علي الربعمية تبع المحمودية يا جماعة. صباح الخير يا حاج علي. صباحك ابيض. الحمد لله على السلامة يا حاج علي. بسم الله ما شاء الله العجول الذكورة اللحم البقر يا جماعة. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للمال واصحاب المال. الله اكبر. كسرين حي يا حاج علي؟ كسرين الجواز يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز الاضاحي يا جماعة الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله وقول لا اله الا الله ربنا يبعد عنه عننا البلاء. اذكر الله قول لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر. بكام الكيلو جاي يا حاج علي النهارده؟ الكيلو ب 160. قال يا رسول هتبيع ب 160 يا حاج علي؟ هنحط رقمك. هروح ب 160 بما يرضي الله. 160 يا جماعه الحاج علي ازدان اهوت. الله يبارك له ببيع اقل من الناس. بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليه. كانت 160 جنيه الكيلو جاي يا جماعه الله اكبر. كام يا دي؟ هو شارب 165 وهيضحي بخمسه. وعايز ازاي هيضحي؟ هيكسب صدقه. هيكسب صدقه. والله يا راجل محترم. اسمع وطول عمره يقول بتاع الله بالذات اللي الناس هتفرجوا للعيد انا لازم اكسب في صدقه. انت عارف في ناس بتعمل له ايه؟ ايه بتحط له شط عشان يشرب ميه للعيد. ايه شط عشان يشرب ميه؟ يشرب ميه. يا اله الا الله. بتسرق من ربنا سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. المال يا جماعه بالسلامه. شوف لحم المسنطره المظبوطه. لحم المسنطره يا الله ما فيهاش عيوب خالص. ما فيهاش عيوب. المكسر جو. والمكسر جو. على ربنا. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. المال صلاة النبي عليه اهوت يا جماعة. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. طبعا الديب يا جماعة واللي حارب الديب يستحمل مخاليب. صح صح دي حبيبي يا حاج. انت هتقول لنا الحقيقة. الله وكيل بما يرضي الله برضه دي. السبت كان بما يرضي الله. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. البيع والشراء اجتهاد. البيع والاسعار مش زي بعضها. والاسعار مش زي بعضها. في بهايم تساوي 185 جنيه. في بهايم تساوي 185 لحمه مسنطره. وفي بهايم ما تساويش 155 جنيه. وفي بهايم ما تساويش 155. فالشراي لازم يكون ناصح. لازم يكون ناصح. ايه نصحته؟ ايه ياخد العدل ابو كرش ملموم. ابو كرش ملموم. وياخد العدل ابو دماغ صغيره. ابو دماغ صغيره. ما ياخدش دماغ كبير. اشمعنى؟ والجلد الرقيق مش التخيل لان كله بينزل من التهديد. كله ينزل عشان يبقى عنده نسبه تصفيه عالية. وضح للمشاهد الجلد الرقيق من التخين برضو عادي. ماشي. ما العدل اكل اللحمه الكويسه. ايه. جلده هتمسكه كده هتلاقيه رقيق. هتلاقيه رقيق. السمكه رقيق. ايه. عشان لما بيسلخه بينزل منه موتوج. صح. بسم الله ما شاء الله. ونجي العدل العظمه الخفيفه. العظمه الخفيفه. طب هيعرف ازاي عظمه خفيفه من تقيله وهي داخل اللحمه دي؟ جابوا وما في واحده رتلاقيها لفت لقاك راه مكخخ. مالناش دعوه بالواحد. تلاقيها عرقبه. اي. صح ولا لا؟ صح. بتميز بقى انت. بتميز انت يا جماعه. انت بتميز. رجله قدامك يا التخيم الرفيع. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. حبيبي يا حاج. المال جاز. دي لحمه مسنطره. الحاج علي السيدان الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا ابيض. عامل ايه يا غالي؟ صباحنا ابيض والله بامر الله. الله الجو عامل ايه يا ابيض النهارده؟ الجو طايم بطين برضه. ليه؟ مش بطايم الجو حلو. وضح يا ديب عشان الديب. وضح يا ابيض عشان الديب. بقول بس الناس ما عندهاش تقوى لبعضيها. ليه بقى يا ديب؟ بيستخبوا لبعض. ليه بقى كده؟ كل استخبى عايزه لتشرب. يا نهار ابيض. انا امبارح قاعد بنشتري منه البهايم. ايوه. كنت له تعب 175 جنيه. عايز كام؟ قال لي 105 ده باتنين. يقول لا بخمسه. قلت له ده بخمسه. قال مش داعي. قلت له ليه؟ قال لي هتيجي امتى؟ هتيجي امتى؟ قلت له هنجي لك من النهارده معاك ليوم الجمعه. عرضت الفلوس انت تبيع حيشكك؟ لا. هتبقي لي 10 جنيه؟ لا ربطت دماغه وسبت. انا هاخد البهايم بتاعتك نفرشها في شقتك. هات الفاس يا احمد على الطلاق. مرضى يبيع. مرضاه. مرضاه. بتلاقي مكار. مكار. عايز يعبيهو. يا ساتر. يجيب له بخمسه جنيه شطه حراقه. يا ساتر. عشان يشرب ميه. عشان يشرب ميه. يشرب. يشرب. يعبيه ميه. يا ساتر يا رب. هيروح بيهم فين ده؟ الغش يا جماعه زي ما انتم شايفين الديب بيقول الحقيقه بمرض الله. موجود الغش. الناس بتغش عشان خاطر المقابل المادي. الله ينور عليك. عشان الفلوس يا جدعان. يوكل العجل شطه عشان يشرب ميه يامي عشان يوزي. عشان يوزي. لا اله الا الله. والعالم لما بتاكله
وبتعلفه والعالم بتحط الشطه بتديله رده بس. اي الرده تسحبه على الميه. اما لو اديله علف واديله فول واديله الخلطه بيستلذ بيه. سبحان انت ما تاكل اي حاجه مستلذ بيها ايه مش عايز طعمها يروح من عندك. الله يبارك لك. دي فهمتني ولا لا؟ صح يا صح. ففي ناس ما عندهاش دي. في ناس ما عندهاش دي. الناس اللي ما عندهاش دي. المعلم هنا ابو حلو. المعلم هنا ابو حلو وريم محترم. ما بتجيلهم. بص خنا وربنا ما بسيبش يا دي. بفس. مش نصاحه والله. العالم مفكرين نفسهم نصحين. يا عم نصح مين؟ هتنصح على ربنا. عمره. هو فوق. ربنا يا جماعه. عالي. قادر على كل شيء. قادر على كل شيء ونعم بالله. العالم تتقي الله بس. تتقي الله في مالها وفي عيالها. صلى على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا عايز اصور اللحمه المظبوطه لما نروح عيدكم. هنروحوا عيدكم هنصوروا اللحمه المظبوطه والناس اللي عندها ضمير وعندها تقوى ودين وعندها البضاعه واللحمه اللي تتاكل حبيبي. المعلم احمد ابو حلوه والمعلم هاني ابو حلوه الناس المحترمين اللي عندهم تقوى ودين. الناس اللي بتاكل حلال بمرض الله دي. نعم الناس اللي بتاكل حلال بمرض الله تشتري منهم وقلبك جامد. صلى على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. انا عندي اول واحد بص رقم واحد في ايدكم الحاج عربي سحلول. حاج عربي سحلول الراجل المحترم. الاماني والثقه. وبص من لما تخش حمل دي. حمل دي. اهم حاجه الامانه والثقه. بص ما عندوش. ويبيع لك بجيني ليه السوق يبقى ب 60 جنيه الصبح. ليه السوق يبقى ب 60 جنيه. حبيبي يا ديب الله يبارك لك. يوم واثنين وثلاثه ما يقولكش لا. ماشي يا عمار. قسما بالله. الله اكبر. دي ناس طيبه. والمشاهدين. معلم انا ابو حلو شارع البحر. والمعلم احمد الشيخه شارع المصيف. شارع المصيف احمد وراتك. الشيخه الله يبارك له. الشيخه معروف. معروف طبعا. والابيض راجل محترم برضه. الابيض منورنا. الله يبارك له. معانا عيدكم. الله يبارك له. هيجي معانا عيدكم طبعا. يا عم وائل الصبح اقول عليك تلاج من مامت بعيد. يا حاج وائل بقول لك عايز الفجر حين شارك العرب والفلاحين. شارك العرب والفلاحين الله يبارك لك. عايزين الرقم بتاع الحاج علي راح فين؟ حاج علي ازاي؟ رقم الحاج علي معاك. ادينا رقم الحاج علي عشان الحاج علي شكله ماشي. كام يا ابيض؟ 012 7 4 9 9 3 0 2 0. معاك الحاج علي الزدان من 400 الغربية. الحاج علي الزدان ال 400 الغربية تبع المحمودية البحيرة يا جماعة. الناس المحترمين الله يقويهم ويعينهم. احنا أهم حاجة أبيض عايزين المصداقية بمرض الله والناس تتقي الله وكل عام وأنتم بخير ويخش علينا العيد الأضحى المبارك على الأمة الإسلامية باليمن والبركات والخير وربنا يعود على الأمة الإسلامية جميعا. وكل عام وأنتم بخير. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب اللهم أمين. أشكر الله. قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله كما النوبة. اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وأمنه والسلام. السلام عليكم ورحمة الله.